السلام عليكم ورحمة الله، أنا هشام من قناة مختصر الزراعة. أخواتي الكرام، هذه البندورة اللي زرعناها وللأسف الشديد والله إني التهيت عنها. أنا شايف العشب قاعد بطلع فيها والتهيت عنها، لكن اليوم بدي أحكي لكم شو كيفنا نعتني فيها وشو نسوي. أخواتي الكرام، المنطق إنه يطلع عشب مثل ما أنتم ملاحظين، فإحنا بدنا نعشبه إما بالإيد وإما في مجرفة، تمام؟ شايفين بين الخطوط كيف العشب؟ كل هذا لازم نعشبه العشب إيش؟ مع حيث ما يجيب آفات وما يمص المية والمواد الخاصة بالبندورة تبعتنا. مثل ما انتم ملاحظين البندوره تبعتنا الحمد لله، شوفوا الاثمار تبعها، هاي الاثمار شايفين قلبها في اثمار الحمد لله ربنا. شوفوا هون طبعا هذه البندوره، شايفين هون ما شاء الله، ها هاي بدي افرجيكم هون كمان، شوفوا هون ما شاء الله، هذا البندوره اللي بزرع من ايده ببلش تطلع زيك، والله غير ينبسط يا جماعه. الان اخوتي الكرام راح احكي لكم عن التسميد عن الرش تبعها. اول شيء بدنا نسويه اللي هو العشب، بدك تبلش ايش تعشب بالايد، تمام؟ مثل ما انتم ملاحظين اخوتي الكرام احنا زرعناها على الملش، ارجعوا لفيديو زراعه البندوره عشان تعرفوا ليش الملش ما طلع عشب. نقطه مهمه جدا بالنسبه لتسميد البندوره، اللي بده يسمدها سماد كيماوي بيسمدها في هذا العمر بيسمدها عشرينات. ليش عشرينات؟ عشان احنا بدنا النمو الخضر يظل مستمر، يعني نيتروجين. عندي ازهار جديد بدي اياه يعقد، وعندي بطن في البطن هون محتاج بوتاس، هذا بده يحجم، تمام؟ فسماد العشرينات جدا مناسب. لكن قبل فتره الازهار هاي التسميد كله نيتروجيني 30-10-10. فانا الان بعطيك قاعد برنامج مختصر، يعني ببدايه الزراعه بعطيها سقوه فسفور واحده عشان تقوي جذورها. اهم شيء بالبدايه تسميد نيتروجيني 30-10-10، بعدين بنطلع عشرينات زي هاي الفتره. لما اشعر انه عليها كميه حب كبيره بعطيها 17-10-27. ليش؟ عشان ايش؟ احجم الحب اكثر واكثر. مثل ما انتم ملاحظين البندوره فيها مرض، هذا المرض هو توتا ابسوليوتا، هذه افه سيئه جدا. طبعا قمت برشها بمبيد حشري دلتا مثيرين والفا سايبر مثيرين، خلطتين، تمام؟ اخوتي الكرام لما تزرع انت بندوره بكميه جيده الا ما تحتاج يجيك ذبابه، يجيك مرض، الا ما تحتاج ترشها مبيد، فلا مانع من رش المبيدات. ارجعوا لفيديو المبيدات بحط لكم اياه في الوصف عشان تعرف متى تستعمل المبيد وكيف، وبالنسبه للسماد كيف تستعمله. عرفتوا انا شرحت لكم موضوع السماد والمبيدات، ضروري تحضروا الفيديو راح احط لكم اياه في الوصف. مثل ما انتم ملاحظين امورها تمام الحمد لله رب العالمين. يا جماعه اللي ما زرع البندوره يزرعها عشان يطلع معاه ويلحق يحصد في الصيف. احنا ان شاء الله هسه بدنا نسمدها، بدي افرجيكم طريقه التسميد. انا قلت لكم شو تسمدوا صح؟ كل اللي عليك 30-10-10 وعشرينات و27. ال 30 بالبدايه، العشرينات فتره النمو هاي كامله، لما تشعر انه عليها حب كثير مش راضي يحجم تعطيها 27. احيانا ما بتحتاج 27، بتحتاج بس 30-10-10 وعشرينات. تعالوا معي على السماد. اخوتي الكرام الان بدي اعلمكم طريقه التسميد. بدك تسمد البندوره او بدك تسمد اي شيء، بدنا نسمدها ايش قلنا؟ طلعوا سماد العشرينات. الان بدي اخذ لكل لتر، دائما احسب حسابك لكل لتر مي تكون حاط فيه 3 غرام سماد. هذه راح تاخذ تقريبا 20 لتر مي، قديش بدي احط فيها؟ 60 غرام سماد. هيو سماد عشرينات 60 غرام بحط موجود زي هيك، وكل لتر مي بده غرام واحد حديد. هاي 20 لتر كم غرام حديد؟ بدي احط فيها 20 حديد. هذا هو الحديد مثل ما انتم ملاحظين، هذا تقريبا 20 مل اللي هي 20 غرام تقريبا، بحط فيها حديد ها لحد 20 غرام. شايفين هاي طريقة التسميد، اعتمدوها في كل شيء، كل شيء خضروات بدكم تسمدوا سمدوا بهي الطريقة. كل لتر مي باخذ غرام واحد حديد، العشرينات باخذ 3 غرام، تمام؟ وهي حطينا الحديدات، شايفين؟ تمام اخوتي الكرام الان نبدأ بملء السطل، شايفين اللي فيه الحديد والسماد، وانت بتعبي فيه خلط، ها خلط وعبي. طبعا احنا العيار اللي حاطينه للسطل هذا كامل، فانت ايش احسب حسابك انه السطل هذا كامل تعبيه، بلاش يكون السماد عالي ويحرق النبات، عرفت علي؟ طريقة التسميد كالاتي، بتجيب لك جنينة بتقصها او بالاحرى كاسه او بالاحرى ايش كاسه. احنا نسمد بطريقه اسمها طريقه تسميد بالكاسه. تعالوا افرجيكم كيف طريقه التسميد هيك ايش عشان انا اطلع من الخطيه، اكون علمتكم كل شيء 100% وانتم تشتغلوا في دوركم، ها تمام. بصير امسك زي هاي عبوه كامله، وين الشتله تبعتي؟ هاي الشتله شايفين؟ هاي جذرها، شايف جذورها؟ بحط على جذورها، بسمي بالله وبسمي جذورها، ها
هاي هاي اخذت كميتها من السماد. هذه قديش مسحتها؟ نص قنينة، يعني تقدر تقول مثلا نص لتر او اكثر من نص لتر بشوي، 600 مل 700 مل عادي مش مهم. هاي الشتلة ببلش ايش احط عليها واسمدها، الشتلة اللي بعديها ببلش احط عليها. هسه ليش طريقة التسميد هاي؟ انا بامكاني اقول لك اخلط سماد ورميه في الخط تبعها، بس احنا عشان زارعين عمالش بدي الشتلة يوصل عليها، يعيد عليها مرتين ثلاث. تمام، نفس النظام. هاي شتلة هان، ها شايفين؟ طلع شايفين؟ بصب عليها زي هيك. هذا بسمد 40 شتلة. ليش؟ لأنه في 20 لتر وإحنا بدنا نص على كل شتلة، بسمد 40 شتلة. تمام، هيك أحسب حسابها نسبة المي. إذا أنت الآن عارف طريقة التسميد، عارف كيف تسمد، وعارف قديش تخلط سماد، صح؟ هيك أمورك 100%، عندك بتطلع أحلى بندورة بإذن الله، وبتلقط وبتأكل منها وبتشبع وبتطعم جيرانك كمان. لهون بيكون انتهى فيديو العناية بالبندورة، وإن شاء الله أنا متابع معكم أول ما تطلع البندورة ونقطفها، وإذا صار عندي مشاكل إن شاء الله بحكي لكم فيها. هذا كان كل شيء المقطع اليوم، أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم بهذا المقطع. أتمنى ما ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أتمنى ما تنسوا الاشتراك في القناة كنوع من الدعم والتحفيز. بارك الله فيكم، كان معكم أخوكم هشام من قناة مختصر الزراعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.